داخل الحديقة إعادة الشيء لأصله. إن إحنا صلحنا أبار المية اللي بتجيب مية من الأعماق، دي عددهم 8 بير كبار جدا، دول خدوا منا مجهود كبير جدا للإصلاح. صلحنا المحرقة الرئيسية للحديقة وهي لم تعمل منذ تدبيرها. عندنا بعض المشاكل التعوض عودتنا للاتحاد الدولي تاني، زي اسلوب مثلا عرض السباحه. بيت السباحه عندنا اثري، هو مع مصمم انه يبقى في الاثر. احنا ان شاء الله هنعمل اماكن مفتوحه واماكن طرائد للسباحه دي، وهنعمل زي المعايير العالميه. الاماكن اللي مطلوب انها تكون بتحاكي البيئه الطبيعيه للحيوان مش موجوده. يمكن حصل تطور في منطقه واحده اقاموها للاسود، لكن هي منطقه محدوده ما تسمحش باستيعاب كل اعداد الاسود. مستوى النظافه بقى افضل شويه، وبقى فيها المقاعد متوفره، بقى فيها يعني حاسس ان هي مثلا باهتمام بالزراعه. نشرتنا انتهت، شكرا لمتابعتكم والى اللقاء. تشاهدون الان حلقه من برنامج فورتك.